السلام عليكم يا كرام، كيف الحال والأحوال؟ يا رب تكونوا بخير. في البداية صديقي، لأول مرة حضرتك تشوفني فأنا اسمي عبد الرؤوف عماد، ودي قناتك عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب. فمن فضل حضرتك لايك وشير وكلم حد عنها لأن محتوانا يستحق الدعم. النهاردة إن شاء الله رب العالمين معانا معلومات مفصلة عن الترانزستور الرائع 2N355 اللي هو 2N3055. الترانزستور ده يا جماعة ترانزستور جبار، هناخد معلومات بعض المعلومات عنه، وفي الاخر هنعمل بيه دايره امبليفاير على السريع كده ببساطه كما عودناكم. ترانزستور 2N3055 هو ترانزستور طاقه من نوع ان بي ان ذو قاعده مشتركه، تم تطويره سنه 65 من قبل شركه موتورولا، وهو احد اكثر الترانزستورات شعبيه في العالم، ويستخدم في مجموعه واسعه من التطبيقات زي مضخمات الصوت، محركات الكهرباء، وأدوات الطاقة والأجهزة المنزلية وأنظمة التحكم. بيتميز الترانزستور ده يا جماعة بالعديد من المزايا زي تيار تصريف عالي 15 أمبير، الجهد بين القاعدة والمصعد اللي هي البيز والكوليكتور عالي حوالي 60 فولت، والجهد البيز للإميتر حوالي 100 فولت، طاقة تبديل عالية جدا 125 واط، والضوضاء بتاعته بتكون منخفضة أو النويز بتاعته بتكون منخفضة جدا. بيتوفر الترانزستور 2N355 في علبة من TO3، وهي علبة معدنية كبيرة بتوفر تبريدا جيدا. فيما يلي بعض المواصفات الفنية للترانزستور 2N355 يا جماعة: نوع الترانزستور NPN، قاعدة مشتركة، تيار تصريف 15 أمبير، وجهد قاعدة مصعد 60 فولت، وجهد قاعدة باعث 100 فولت، طاقة تبديل 125 واط، تردد قطع 30 ميجا هيرتز، الضوضاء بتاعته 100 مايكرو فولت. فيما يلي بعض التطبيقات الشائعة للترانزستور 2N355: مضخمات الصوت، بيستخدم الترانزستور ده في مضخمات الصوت لإنتاج طاقة عالية لتشغيل السماعات، وده اللي احنا هنعملها النهاردة إن شاء الله رب العالمين، دايرة الأمبليفاير. محركات كهربائية، بيستخدم الترانزستور ده في محركات الكهرباء للتحكم في سرعة المحرك. كمان بيستخدم في أدوات الطاقة زي المثاقب الكهربائية والمفكات، كمان بيستخدم في الأجهزة المنزلية زي الغسالات والثلاجات، بيستخدم كمان في أنظمة التحكم زي تشغيل الأجهزة الكهربائية. بيعد الترانزستور ده أداة قيمة في أي حقيبة أدوات إلكترونية، هو عنصر أساسي في العديد من التطبيقات الإلكترونية، وبيوفر أداء وقوة موثوقين جدا. ودلوقتي نروح بقى نشوف دايرة الأمبليفاير بتاعتنا. ودلوقتي يا صديقي العزيز هناخد دايرة أمبليفاير باستخدام الترانزستور 2N355. عشان تعمل اي دايرة كالعادة، دي دايرة امبليفاير ميكينج، وعلشان تعمل اي دايرة في العالم بيبقى ليها مكونات. اول حاجة حضرتك هتحتاجها، هتحتاج 2 من الترانزستور 2N355، هنحتاج عدد 2. المكون الثاني اللي حضرتك هتحتاجه هيكون عدد 2 مكثف، بس مختلفين في السعة بتاعتهم، 100 مايكرو فاراد على 50 فولت، وواحد 1000 مايكرو فاراد على 35 فولت، عدد 2 مكثف. كمان حضرتك هتحتاج 2 دايود من النوع 2N407، وهتحتاج مقاومات 220 كيلو وواحد كيلو، وهتحتاج قصدير، وهتحتاج يكون معاك برضو اللي هو السبيكر او السماعة حوالي 100 واط. ديت مكونات الدايرة واللي هتحتاجه في الدايرة بتاعتنا النهاردة، ويلا بينا يا صديقي نروح ننفذ الدايرة بتاعتنا. عايز حضرتك تركز معايا لان الدايرة هتبقى محتاجة تركيز. هنثبت الاتنين ترانزستور بتوعي على هيت سينك، حاجة تكون بتفقد الحرارة بسرعة. هما في الحقيقة عاملين كده، شكلهم زي الشكل البيضاوي كده، لان احنا عارفين زي ما قلنا ان الترانزستور ده موجود داخل معدن، وبيكون عبارة عن
بنتين هنا كده، وديت جسم المعدن نفسه كده، وده جسم المعدن نفسه. ده بيكون السي، وده بيكون البي، وده بيكون الاي. يعني ترتيبهم بي سي اي، بيز كوليكتر اميتر. نفس الكلام هنا برضو، بي سي اي بيز كوليكتر اميتر. من ضمن المكونات برضو اللي عايزك تضيفها اللي احنا ما قلناهاش، عدد 2 ترانزستور سي 18 15. سي 18 هنحتاج عدد 2 ترانزستور سي 18 15، وهنحتاج ايه 10 15. دول من ضمن برضو في الدائرة معانا. دلوقتي يا صديقي العزيز، ده الاتنين ترانزستور بتوعك اللي هو ال2N3055، واحدة واحدة خالص اهو عشان نوصل مع بعض. عندك هنا ترانزستور بتاعك بتلات اطرافه اللي هو السي 18 15، والتاني برضو هنا اهو قصاده سي 18 15. هنيجي من هنا كده نوصل الرجل اللي في الوسط ده بالسي، وديت هتوصل هنا كده. هنيجي هنا هنوصل الاميتر ده بالكوليكتر ده، نيجي للرجل دي توصلها هنا كده، الرجل دي توصلها بالنقطة دي. تحت هنا كده عندك الاتنين دايب بتوعك متوصلين بالشكل ده اللي هما 4007. الطرف ده يا فندم توصله بالرجل دي، والطرف ده هيخش هنا كده، ومن خلال مقاومة 1 كيلو اوم هيروح على الكوليكتور ده. عندنا ال هنا كده بالرجول بتاعته التلاتة، الرجل دي هتروح على الاميتر ده، الرجل اللي في الوسط دي هتتوصل هنا كده، الرجل التالتة دي هتخش على المقاومة 220 كيلو، وبعدين تدخل هنا. عندنا مكثف هنا كده، دي رجل بوزيتيف ورجل نيجاتيف. الرجل النيجاتيف تبقى من هنا كده، ورجل البوزيتيف دي سيبها نوصلها دلوقتي. عندنا بقى حتتين في السماعة بتاعتي، اول حاجة السبيكر نفسه يبقى ليه بوزيتيف ونيجاتيف، وعندنا الاوديو جاك او الاي او اكس بتاعي. هنعمل ايه بقى؟ ادي الاوديو جاك بتاعي بيبقى ليه طرفين نيجاتيف وبوزيتيف، هناخد النيجاتيف بتاعه نوصله هنا كده، والبوزيتيف بتاعه هنوصله على المكثف البوزيتيف بتاع المكثف الميت مايكرو فراد. هذا المكثف الميت مايكرو فراد على 35 فولت. هاخد البوزيتيف ده هوصله هنا كده. طبعا على ارض الواقع يا جماعة الحاجات دي بتبقى قريبة من بعض جدا، انا مش بعيدة بالشكل ده. ده الاوديو جاك. بعد كده حضرتك عندك السبيكر، السماعة فيها برضو بوزيتيف وفيها نيجاتيف. ادي البوزيتيف ده يخش على هنا كده النقطة دي، اما النيجاتيف فهتروح فين؟ على الاميتر ده. نيجي بقى لل 12 فولت، 12 فولت اوصلهم فين؟ ادي يا باشا الماينس 12 فولت، ودي البوزيتيف 12 فولت. يبقى ادي الدايرة بكل اختصار وبساطة، دي دايرة امبليفاير. انا عارف ان دايرة معقدة نوعا ما، لكن يا جماعة ده ابسط حل للواحد يعني عرف ايه يوصل له. فزي ما قلنا من العبقرية الجميلة في ترانزستور ده، مهم جدا رائع جدا، ابلكيشنز بتاعته كتير جدا لا تنتهي. ممكن استخدمه اصلا في دايرة بسيطة جدا لإنارة، يعني تتفتح وقفل.
ده كان فيديو اليوم، مرة يكون افتح حضرتك معلومة حضرتك استفدت، لايك وشير. اول مرة حضرتك شوفنا سبسكرايب في القناة. اشوفك على خير. كان معاك كالعادة عبد الرؤوف عماد من قناة عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.